عاد الجيش الإسرائيلي مجدداً إلى مخيم جباليا، حيث يعمل بقوة شديدة ضد حركة حماس والفصائل الفلسطينية. فالقوات الإسرائيلية دخلت مجدداً جباليا بعدما انسحبت منها منذ نحو 4 أشهر مخلفة دماراً كبيراً. والعودة هذه المرة تأتي تحت عنوان القضاء على الفصائل التي يبدو أنها أعادت تنظيم صفوفها لشن المزيد من الهجمات. فالجيش الإسرائيلي وبرسالة واضحة نشرها في الساعات الماضية أكد أنه سيستهدف حتى المآوي الموجودة في منطقة أطلق عليها تسمية D5، والتي تشمل جباليا وصولاً إلى الأطراف الشمالية لغزة، كما أجزاء من حي الشيخ رضوان. استئناف الجيش الإسرائيلي لعملياته في المخيم يأتي خصوصاً بعدما أوقعت كتائب القسام سرية مشاة ميكانيكية مؤللة مكونة من 12 مركبة عسكرية وشاحنة محملة بالجنود في كمين، ما أدى إلى مقتل عدد منهم. من هنا وبسبب ازدحام المدارس والمآوي، انتقل عدد كبير من جباليا إلى ملعب اليرموك، وهو واحد من أقدم الملاعب الفلسطينية الذي تم بناؤه عام 1952 ويتسع ل9000 متفرج. فهذا الملعب الذي كان يستغله أهالي غزة لإقامة الاحتفالات والمهرجانات الكبيرة كالأعراس والمهرجانات الوطنية بات اليوم ملجأ لهم في ظل المعاناة والألم والحصار، علما أن الملعب تعرض عام 2012 لقصف عنيف خلال حرب عمود السحاب. احنا نزحنا من عند ابو اسكندر، طلبوا رموا علينا مناشير وقالوا لنا اطلعوا، احنا طلعنا وهينا اجينا على ملعب اليرموك ورحنا على المدارس، فلقينا المدارس مليانة، يعني سبنا أواعينا، سبنا حالنا، وأدوبنا الواحد ياخذ أطفالنا ونلفت برواحنا. في المحصلة تسببت الهجمات البرية الإسرائيلية والحصار بسقوط 49 ضحية وجرح 219 شخصا، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 98,336، كما تسبب بنقص حاد في الوقود ما أجبر سيارات الإسعاف في المنطقة على التوقف عن العمل.